تم عقد هذا المنتدى الاقتصادي لإعطاء بعد اقتصادي والشراكة مع شركاء تونس ومع الشركاء المنضوين تحت في هذه المنظمة. لا أتحدث في الواقع عن الفضاء الفرنكوفوني ولكن عن الفضاءات كلها وعن الإنسانية جمعاء، لأن القضية ليست قضية لغة وليس لدينا عقد مع اللغات، نحن نتحدث بلغة الضاد ومعتزون بهذه اللغة، ولكن نتعامل مع كل اللغات دون مركبات. المهم هو أن نجد حلولا لهذه المرحلة الجديدة في التاريخ بطريقة مختلفة. كيف ذلك؟ خاصة في الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي يقتضي أولا المناخ يمكن من الاستثمار، ولكن الاستثمار ليس بالمعنى المعهود التقليدي الذي لم يؤتي أكله حتى صارت كلمة الاستثمار كلمة تثير في كثير من المناسبات القرب، يعني أن يكون الاستثمار بطرق جديدة وبوسائل مختلفة. وتحدثت منذ قليل عن ضرورة زواج الشرعية مع المشروعية، قوانين تعبر عن إرادة الأغلبية وتمكنهم من خلق الثروة. والشباب وثروتنا الحقيقية إلى جانب ثرواتنا الطبيعية، ثروتنا الحقيقية هي الشعب التونسي، فلنمكن الشعب التونسي عن طريق أدوات قانونية جديدة من أن يكون فاعلا اقتصاديا ومن أن يكون مصدرا للثروة، وحتى نخرج من البؤس الاقتصادي الذي لم نتسبب فيه، وحتى نخرج أيضا من البؤس السياسي الذي يريد الكثيرون الإبقاء عليه. الآن تونس تم القاء وتم سيتم نشره بعد قليل. هناك جملة من المسائل المتعلقة خاصة بالجانب الرقمي ولكن الذوات البشرية ليست أرقام. 2 زائد 2 لا تساوي 4 إذا كانت الأرقام هي ذوات بشرية. فلنأخذ في الاعتبار المسائل الاقتصادية والاجتماعية، ونأخذ في الاعتبار المسائل المتعلقة بالذات البشرية. وهناك حقوق طبيعية للإنسان وليست للمواطن فقط، تتمثل في حقه في الكرامة، في العيش الكريم، وفي حقه في العدالة، وفي حقه أيضا في أن يعيش حرا في بلاده في ظل قانون يحفظ حريته ويحفظ كرامته، وفي ظل قضاء عادل يمكن الذي يريد أن يعمل من أن يعمل في إطار يطمئنه ويبعث فيه الإطمئنان حتى يواصل العمل وحتى يخلق الثروة وحتى يكون هو المصدر الذي لا ينضب للثروة. ثرواتنا كثيرة وأنتم جزء منها. شكرا.